مرحبا بكم أصدقاء المشاهدين متابعين لعبة 12 والشرقية. موعدنا يجدد بالتأكيد بداية أسبوع جديدة وحلقات خمسة جديدة إن شاء الله من الأحد للخميس باللعبة 12 ومحاور رياضية نبدأها بأول حلقاتنا اليوم بعد الفاصل. أتمنى تظلون ويانا. رغم كل التراجع اللي دا يصيب الرياضة العراقية من مختلف الجهات وبمختلف الزوايا ورغم يعني الظروف الصعبة اللي تمر بها رياضتنا نتيجة للظروف الصعبة اللي يمر بها بلدنا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي والاقتصادي أيضا، لكن أكو بعض الحالات الإيجابية اللي لازم نتوقف عندها واللي لازم نأشر عليها بالشكر والتقدير للمسؤولين عنها. بالتأكيد مثل ما أكو حالات سلبية أكو حالات إيجابية نحاول نعرضها ونحاول نوصلها للناس ونقول أنه أكو فعلا ما زال هناك بعض الخطوات وإن بدت خطوات بسيطة جدا لكنها خطوة على الأقل. من هذه الخطوات هي الدورات التدريبية اللي تقام لإعداد وتطوير عمل المدربين على مختلف الألعاب في مختلف الألعاب. قبل أيام اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية أقامت دورة مشروع البطل الأولمبي وهي دورة متخصصة بتطوير الكم والنوع للمدربين بمختلف الألعاب. دورة استمرت 4 أيام توفر بها كل ما يمكن توفيره من منهجية وعلمية وإمكانات وقدرات بشرية ومادية وفرتها الأولمبية عن طريق هذا المشروع وهذا المركز لتطوير عمل مدربينا باطلاعهم على كل ما توصل إلى العلم واستذكار واسترجاع المعلومات يملكوها مدربينا خاصة بالتعامل مع الموهوبين الصغار والفئات العمرية. زيد السراج كان متواجد بهذه الدورة وطبعا بعثنا تقرير راح نتابعه الآن وبعدها نبدأ بالحديث عن كل إيجابيات هذه الدورة. نتابع. مشوار صناعة المدربين يبدأ بالخطوات الأولى، وإن وضع المدرب على السكك العلمية النظرية الصحيحة وطبق جميع هذه الأمور عملياً، فبكل تأكيد ستجني الرياضة العراقية ثمار طواقيمها خلال السنوات القادمة، وتخرج عشرات المدربين من مختلف الألعاب الرياضية، وهي أمنية يطمح الجميع في رؤيتها حقيقة على أرض الواقع. ولبنة الأساس وضعها مشروع البطل الأولمبي التابع للجنة الأولمبية الوطنية العراقية والذي أقام دورة تدريبية تخصصية لجميع المدربين ولمدة 4 أيام من 14 من شهر تشرين الأول وحتى 18. ركز المحاضرون على مدربي الفئات العمرية من خلال إعطائهم لأسس التدريب في مراحل النمو والمراحل الحساسة الأخرى في تدريب الأطفال والناشئين وتطوير القدرات الموروثة والقدرات البدنية للموهوبين الصغار وخصوصية الهدم خلال التدريب والبناء خلال الاستشفاء، وكل ذلك يأتي من خلال وجود الرياضي الصغير في بيئة رياضية صالحة إضافة إلى تنظيم أسلوب الحياة الرياضية للفئات العمرية الصغيرة من أجل تطويرهم بالشكل الأمثل. الدورة شهدت مشاركة عدة محافظات عراقية وهو شيء إيجابي يؤكد أن نطاق فائدتها لم يكن على مستوى العاصمة فقط بل سيصل إلى أماكن أخرى وبشكل إيجابي ومفيد. يأمل الجميع في أن يرى مشروع البطل الأولمبي وهو يخرج المدربين من خلال دورات التخصصية الخاصة بمدربي الفئات العمرية من مختلف الألعاب. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. طبعا بالتأكيد أصدقائي يعني الإشارة إلى مثل هكذا نشاطات شيء مهم وضروري جدا، وأيضا الإشارة إلى صاحب هذه الفكرة بالتأكيد هو
المرحوم نجم الكرة العراقية ونجم أنديتنا السابق الكابتن عباس رحيم، اللي هو كان أول من وضع فكرة وأسس لهذا المشروع، وبالتأكيد من بعده الفكرة طورت وأصبحت على مستوى مختلف الألعاب بعد أن كانت بدايتها مع كرة القدم. فيعني تحية لروح هذا النجم الكبير، يعني صديقي وأخي الحبيب الكابتن عباس رحيم، اللي يعني الله يرحمه بهذا اليوم وبهذه المناسبة نتذكره ويعطي لعائلته بالتأكيد الصبر والسلوان، وإلنا أيضا على فراقه. يعني تواجد مسؤولين على دراية كبيرة وعلى عمل رياضي كبير وبخلفية وبتجربة إدارية وفنية عالية المستوى، يضيف لهذه الدورة ويعني يزيد من فرص نجاحها. وبالتأكيد تواجد يعني ناس كبار على مستوى الإعداد لهذه الدورات وتنظيمها يضيف للمدربين واللاعبين الصغار المستهدفين في هذه الدورات الشيء الكثير. مدير المشروع، مدير مشروع البطل الأولمبي الدكتور صبري بنانة، تحدث لزيد السراج عن هذه الدورة وهذا المشروع، نتابع. طبعا احنا ضمن برنامجنا السنوي الفني نعمل دورات تدريبيه تطويريه لغرض التواصل مع العالم المعاصر. فهذه التدريبيه الدوره التدريبيه الرابعه لغرض تطوير العاملين المدربين في مشروع البطل الاولمبي، وبالاخص العاملين في يعني مع الفئات العمريه الصغيره. الدورة هذه طبعا معلوماتها لا تشمل كرة القدم فقط، وإنما تشمل جميع الألعاب، يعني جميع الألعاب قبل مرحلة التخصص، وبالتالي نبدأ نعدهم من موهوبين نحولهم إلى واعدين، وبالتالي كل واحد من عندهم يختار اللعبة التي تنسجم مع قدراته وتنسجم مع مزاجه الشخصي. الدورة التدريبية هذه يعني ما مقتصرة على بغداد، وإنما على يعني بغداد عندنا ثلاثة مراكز، وعلى في كل محافظة هناك مركز، فشاركوا حوالي تقريبا ثمان محافظات، وكل محافظة أربع مدربين، والعدد يعني تقريبا يزيد عن 60 محاضر. إن شاء الله تكون هذه الدورة ناجحة وفيها فوائد جيدة جدا في سبيل النهوض بالرياضة التنافسية العراقية. السيد صفاء صاحب مدير الأكاديمية الرياضية، يسعدنا ويشرفنا تواجده ويانا باللاعب 12 وبالشرقية. سيد صفاء بداية مرحبا بك، ويعني سعداء جدا بتواجدك ويانا. هذه الدورة دورة يعني تطوير عمل واستعادة معلومات وتنظيم عملية المدربين خاصة المتعاملين مع الفئات العمرية. بالتأكيد هذه الدورة ضمن منهاج سنوي تقام، لها وقت محدد، كم دورة أقيمت وكم دورة مشابهة راح تقام في الفترة المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فرصة سعيدة أنه أشرت من برامج جميلة. أما عن الحديث عن مشروع البطل الأولمبي الأكاديمية العراقية والدورة التدريبية التي أقيمت مؤخرا، كان الغاية منها والهدف الأساسي من الدورة التدريبية تطوير قدرة مدينة أتوصل إليه العلم والمعرفة، وبدور المدربين يصالح اللاعبين الموهوبين موجودين مشروع البطل الأولمبي. طيب سيد صفاء، استقطاب المدربين لهذه الدورة يعني يتم بالترشيح، يعني المدربين جوي من كل محافظات العراق، المدربين المشاركين بالترشيح ولا بالدور ولا يعني الأهمية، ما أعرف شلون يتم استقطاب المدربين لهذه الدورات؟ مشروع البطل الأولمبي وقيمة هذه الدورة لهم للتطوير. عندنا مشكلة بالصوت صح شباب؟
طيب يعني يا ريت انه نسكر الخط لو تسمح لنا سيد صفاء ونرجع لك بعد ما يحاولون الشباب انه يرجعوا لك بالاتصال ان شاء الله يكون بوضع افضل ويكون بمكان احسن لان يعني الخلل من مكان الاتصال بالسيد صفاء صاحب مدير الاكاديميه الرياضيه في مشروع البطل الاولمبي. مجموعه اخرى من الاداريين المسؤولين على هذه الدوره تحدثوا لي اللاعب 12 عن اهميه هذه الدوره وبالتاكيد ايجابياتها. نتابع. كابتن، اليوم هذه الدورات التطويريه كيف تخدم المدرب العراقي بصوره عامه في مختلف الالعاب؟ حقيقه اليوم المدربين العراقيين بحاجه الى هذه الدورات. احنا الان البلد يمر بحاله تقشف، فالدورات الخارجيه هي مكلفه، ولكن الدورات الداخليه ممكن العمل بها وتطوير قابليات هؤلاء المدربين من خلال ما وصل بعلم التدريب من تطور بالعالم، ونقل هذه العلوم الرياضيه الى هؤلاء المدربين من خلال هذه الدورات بمحاضرين اكفاء واكاديميين راقين جدا واصحاب خبره واصحاب عمل اكاديمي طويل في مجال الرياضه. اكيد راح يطورون هذه القابليات، وخاصه المدربين اللي يتعاملون مع الفئات العمريه الصغيره، هذه تحتاج الى تعامل خاص، تحتاج الى دراسه خاصه كيف يتعامل مع هذا الموهوب الصغير لحاجته الى قضايا فنيه وتربويه. فاكيد الدوره راح تسقل قابليات المدرب، تعطيه معلومه جديده، بعدين هذه الدوره هي تقييم للمدرب الى ما وصل اليه في مجال التدريب، تقييم الى حالته او وضعه التدريبي، هل هو في تطور او في تراجع. من خلال هذه الدورات راح يقاس المدرب الكفو والمدرب الغير كفو. اكيد هذه المحصله النهائيه هي تخدم مشروع البطل الاولمبي والشباب الموهوبين من خلال تطوير قابليات مدربيهم في مختلف الالعاب. نرجع للسيد صفاء صاحب عبر التليفون مدير الاكاديميه الرياضيه. سيد صفاء، يعني الدروس اللي اعطيت، المناهج اللي اعطيت، المحاضرات اللي اعطيت بهذه الدوره للمدربين من مختلف الالعاب، بالتاكيد اكو مصدر لها، كيف كان مصدرها؟ منو اللي حاضر بيها؟ والاعتماد على المنهجيه العلميه ومتابعه اخر التطورات اللي حدثت بكل لعبه في مجال التدريب من الالعاب اللي اعطيت بها محاضرات. سيد صفاء، سيد صفاء تسمعني؟ طيب خلينا ناخذ التصريح الثالث ايضا للمسؤولين عن هذه الدوره وبعدها نكمل الحديث. كابتن، هذه الدورات التدريبيه شلون تخدم المدربين الشباب؟ وهل هناك معوقات تواجه المدربين بصوره عامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية اللجنة الأولمبية العراقية ينظم مشروع بطل أولمبي دورة تدريبية تطويرية لكافة المدربين في كافة المحافظات. حقيقة هذه الدورات التدريبية أكيد هي تسقل القدرات وقابليات المدربين وإعادة المعلومات لهم بصورة ولا بصورة سريعة. الدورة لمدتها 4 أيام راح نعطيهم أهم المستجدات في علم التدريب الرياضي وكيفية التعامل مع الأطفال، خاصة أن احنا عندنا براعم وعندنا يعني مراحل سنية، فأي شيء جديد في التدريب من خلال المحاضرين اللي هم أكثرهم ذات خبرات وقابليات مثل دكتور قاسم الخاقاني وأخوان الدكتور حيدر بلاش وغيرها، هؤلاء يمتلكون خبرات عملية وميدانية ونظرية قيمة جداً. راح نحاول نوصل للمدربين معلوماتنا وعن طريق العمل ايضا نعطيهم كيفيه التعامل مع البراعم في كافه المراحل العمريه. حقيقه بالنسبه للمعوقات اللي تواجهكم كابتن، اكيد هي كل دوره تدريبيه مهما كانت معلوماتها راح تطور من قدرات وقابلات المدربين واعاده معلوماتهم. المعوقات اللي تعيقنا احنا في مشروع بطل اولمبي حقيقه هي البنى التحتيه اولا، يعني اساس انه ملاعب ما عندنا احنا، ليس فقط مشروع اولمبي، في
في العراق بعامه. يعني احنا في اتحادنا في اتحاد العاب الساحه ميدان ملعب للتدريب المنتخب الوطني ما عندنا، لان هم المنتخب الوطني مأجرين اجار في كليه التربيه الرياضيه، فايش حال المشروع بطل اولمبي؟ فهذه اهم المعوقات. ايضا المعوقات الاخرى هي عمليه نقل الطلاب، في صعوبه نقل الطلاب او الموهوبين من بيوتهم الى الملعب وكذلك ارجاعهم مره اخرى او مدارسهم. بس احنا في مشروع بطل اولمبي حقيقه يوجد لدينا اليه خاصه في التعامل مع هذه المعوقات، هناك بدائل، وبخبرتنا وخبره المدير المشروع دكتور صبري مجيد بنانه والاخوان في الاداره استطعنا انه احنا من ميزانيه مشروع بطل اولمبي في العام الماضي والاعوام السابقه استطعنا من شراء عدد من السيارات من الميزانية الخاصة في مشروع بطل أولمبي، كذلك الملاعب تم اتفاق مع عن طريق علاقات مع بعض مع كلية التربية الرياضية في الجادرية، الدكتور عدي مشكورا، الدكتور رياض أيضا مشكورا في خلق هذه الملاعب وتفريغ للرياضي موهوبين، كذلك ملعب الشعب. إذا خلونا أنا وأنتم أصدقائي نرحب بضيفنا أيضا عبر التليفون الزميل الصحفي الأستاذ كريم درويش. سيد كريم، بداية دائما سعداء جدا بتشريفك لنا باللاعب 12 وبالشرقية، دورة لتطوير أسس ونوعية المدربين بمختلف الألعاب عن طريق مشروع تابع للجنة الأولمبية الوطنية العراقية. بالتأكيد هكذا دورات بهكذا مسميات شيء فرح القلب وشيء يسعدنا، لكن هل فعلا هذه الدورات هي مفيدة على مستوى استقطاب المعلومات العالمية ووضعها في عمل بأذهان وعقول مدربين المحليين؟ تحية لك زميلي ديانا لغازك العزيز ولقناتك. في البدء أكيد يعني يعني دور كبير يقع على عاتق هؤلاء المدربين، كونهم يعني مدربين للفئات العمرية، ومثل ما نعرف أن الفئات العمرية يحتاجونها يعني مدربين على مستوى عالي ويكونون يعني أكفاء لأجل تخريج أجيال تكون تمر عبر محطات مثل ما نعرف الأشبال والناشئين، يعني محطات الفئات العمرية الحين وصولهم لمرحلة البطل الأولمبي مثل ما يطمح القائمون أو أصحاب هذا المشروع الذي يعني أكيد بادرتهم بإقامة دورة تدريبية وحتى قبل بدورات تدريبية، يعني بادرة جدا رائعة، كون هؤلاء المدربين يحتاجون إلى أن المواكبة مع آخر مستجدات عالم التدريب الحديث. يعني بصراحة أنا واكبت يعني الدورة التدريبية وقمت بتغطيتها، يعني الدورة كانت محاضرات يعني بالنظر بالعملي يعني جدا ممتازة. الأخوة المحاضرين كانوا يعني على مستوى جدا متميز ومتمكن، كونوا هم يعني أكاديميين ودكاترة و يعني لهم باع قوي في هذا المجال. نحن نعتقد كإعلام بصراحة أنه هذه الفئة بالذات التي تشرف على يعني مستقبل الكره العراقيه بين قوسين هم الفئات العمريه، يجب ان يكون لهم يعني بعيد عن هذه الدورات دورات اخرى يعني تكون خارج البلاد، يعني على مستوى متطور جدا. قالوا لو كل الناس باختصاص كره القدم مع كره القدم ووقيه العظمى مع يعني محاضرين على إذا هذه الدورات. أصدقائي راح نرجع للسيد كريم درويش، معروف الاتصالات دائما معذبتنا على كل، نرجع للسيد كريم درويش بعد شوي بعد الاتصال. لكن يعني بالتأكيد المتابعة لهذه الأمور أمر ضروري جدا. اللجنة الأولمبية العراقية مطالبة الآن فلوس، ما أكون مثل ما قال قبل شوي السيد معاون مدير المشروع، أكو تقشف بالبلد، إرسال هؤلاء المدربين إلى دورات خارجية مكلف، مو صعبة جدا انه الأولمبية تكلف مجموعة من المختصين، مجموعة من الناس الفاهمين على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني، انه يستفادون من الانترنت وكل من يفتح المواقع والدراسات ويبدون بأخذ محاضرات بهذه الدورات وتطويرها وتعليمها ومن ثم اعطائها للمدربين. كل العالم يسوون هيك الآن، كل الدول اللي تعمل بشكل حقيقي ترسل مجموعة إلى الخارج ومجموعة أكثر وأكبر تعمل داخل البلد، تستغل كل المعلومات الواردة، كل الكتب، كل المصادر، سواء المصادر الإلكترونية أو المصادر المقروءة، لتنظيم عملية تطوير مدربين بمختلف الألعاب. كل مجموعة
تشتغل على لعبة، يستقطبون مدرب واحد يمكن من الخارج يجي هو يعطي محاضرة بدل من يرسل 10 أو 15، تكون تكلفتهم أعلى. اللجنة المتخصصة تدخل على الإنترنت تتابع كل المواقع، تتابع كل الدراسات، تتابع كل المقالات الخاصة بتطوير عمل المدربين بكل لعبة، ومن الممكن أنه تتنظم هذه الأمور. هذه دورة حقيقة مهمة جدا، وبها الكثير من العمل الحقيقي الصحيح اللي يخلينا نتفائل أنه أكو خطوات تصير لي للأمام، أكو خطوات تصير لي قدام بالنسبة لرياضتنا، ودي يصير أكو محاولات بدل ما نظل مكتفين ومستسلمين لمحاولات يعني بائسة وما نحقق من وراش. نرجع لسيد كريم درويش الزميل الصحفي الأستاذ اللي متواجد ويانا عبر التليفون. سيد كريم، يعني من خلال متابعتك ومواكبتك لهذه الدورة، توفرت كل وسائل نجاح الدورة على المستوى النوعي من ناحية المحاضرات، وعلى المستوى اللوجستي من ناحية توفير كل الإمكانيات، التجهيزات، أدوات التدريب للمستفيدين منها؟ كازيان، أول شيء يعني أيضا أعتذر عن القطاع بالاتصال. ثانيا يعني نعود إلى تكملة حديثنا، يعني وصلنا لمرحلة أنه نحتاج أن نهتم أكثر بهذه المواهب الموجودة داخل، يعني لا فقط داخل مشروع البطل الأولمبي، وإنما حتى على مستوى بقية الاتحادات الرياضية والمؤسسات. يعني نبقى في صلب موضوعنا مشروع البطل الأولمبي والدورة التدريبية التي تخص مدربية. أكيد يعني ذكرت لك أن الدورة كانت جدا متميزة، برغم أنه الدورة أشرف عليها يعني أشرفت عليها اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، والقائمين على المشروع من الدكتور صبري بنان مدير المشروع، والأستاذ صفاء صاحب الخبير الكروي ومدير الأكاديمية الكروية. نحن نحتاج زميلي ديان إلى يعني معايشات في دول متقدمة ومتطورة بالرياضة لأجل إدخال هؤلاء المدربين. لا نكتفي فقط بالدورات المحلية. نعم الدورات يعني، ومنها الدورة الأخيرة كانت دورة جدا متميزة وممتازة، واستفادوا يعني منها جميع المدربين. سيد كريم، أستاذ كريم، أستاذ كريم لو تسمح لي، الآن الوضع في تقشف، البلد ما عنده فلوس، الأمور يعني قالها بشكل كبير. سيد وصف كريم قبل شوية باللقاء قال إحنا الآن ما عندنا فلوس، وبالتالي اضطرينا أنه نزيد عدد هذه الدورات ونطلع على كل المستجدات من خلال ما متوفر عندنا من مراجع ومصادر سواء إلكترونية أو مقروءة. فبالتالي الآن أصبحت صعبة أنه يدزون 10-15 مدرب إلى الخارج في ظل الظروف المالية الصعبة. نعم، هذا يخدم أكيد، يعني يخدم أنه تجد كل ما هو متطور من آخر ما توصل إليه علم التدريب البدني وتنقل إلى هؤلاء المدربين المحليين. لكن هناك موضوع تبين أنه معايشة هؤلاء المدربين على أرض الواقع مع الدول المتطورة، مع المدربين، مع المحاضرين. أنا لا أقلل من شأن المحاضرين، بل أهمهم على كل ما قدموه وكل الإصرار اللي كان لديهم في إيصال كل معلومة قيمة لهؤلاء المدربين. لكن نحتاج يعني إلى إيصالهم بالعالمية. لو سمحت لي زميلي، يعني التقشف لا نراه عند السياسيين عندما يذهبون إلى سفرات وإقامات، أكيد أكيد أكيد، ويصرفون ملايين الدولارات. يعني عندما نأتي إلى موضوع ذو قيمة وذو يعني يحدد من خلاله مستقبل الرياضة العراقية من خلال هذه ثوابت الفئات العمرية، يقال هنالك تقشف. يعني يجب أن تصرف لهم الأموال. لدينا برغم التقشف لدى العراق الكثير من الأموال، لدى العراق الكثير أيضا من المدربين الموهوبين الذين يجب أن يعتمد عليهم ويطورهم ويصقلوا مواهبهم لأجل خلق جيل عراقي قادر على عودة هيبة الرياضة العراقية من جديد. طيب سيد كريم، تشوف هذه المشاريع، هذه الدورات هي يعني رغم البعد الشاسع والفرق الكبير بيننا وبين المستوى الأولمبي، لكن تشوفه ممكن يكون فعلا يساعدنا على أنه شوية نختزل من هذه المسافة الضوئية الواسعة اللي بيننا وبين المسافة الأولمبية؟ يعني ممكن تكون فعلا هي خطوات على الطريق الصحيح؟ زميلي زيان لم أسمع يعني بوضوح هذا العمل، هذه الدورات أستاذ كريم
قادرة على أن تكون خطوة لاختزال المسافة المهولة بيننا وبين مستوى الإنجاز الأولمبي؟ نعم قادرة قادرة، لكنها يعني قد تكون قد تسير يعني لا نقول ببطء، إنما أقل بأقل خطوة من الدول التي سبقتنا بكثير. يعني لو لاحظنا زميلي بيان، يعني الدول التي تجاورنا على أقل قياسا، ونضرب مثال على دول الخليج، قطر والإمارات والأردن وغيرها من الدول، يعني تصرف كل ما عندها من طاقات وإمكانيات وتسخرها لأجل يعني الوصول بمجرد محلي إلى المستوى العالمي. هذا للأسف لا نراه موجود عند من يقودون المؤسسات الرياضية أو المنظومة الرياضية بالعراق. أنا لا أقصد الأكاديمية أو اللجنة الأولمبية، أنا أقصد على المستوى الحكومي يجب أن يكون أيضا هناك التفات لهؤلاء، لأن رياضة العراق تعتمد على هؤلاء. طيب سيد كريم، واكبت الدورة، لمست أكو رغبة حقيقية مستندة إلى عمل حقيقي خالص وإلى إمكانيات وقدرات إن شاء الله تكون متوفرة، لمست رغبة بتثبيت مواعيد لهذه الدورات؟ لو هذه الدورة وغيرها والجاية هي مجرد هبة، ويعني يلا خلينا نسوي دورة بدون أي ترتيب وأي مواعيد وبدون أي دراسة؟ زميلي فيان اعتذر، يعني في مكان يعني لا اسمع به. هذه الدوره سيد كريم، هذه الدوره، نعم هذه الدوره لمست بها رغبه ان تكون بمواعيد ثابته ضمن منهاج مثبت، لو ايضا راح تكون ضمن اجتهادات شخصيه انيه؟ لا اكيد، يعني سمعت السؤال لكن اسمع بوضوح، لكن اكيد هنالك رغبه وهنالك تخطيط من قبل القائمين على هذا المشروع باقامه دورات بشكل يعني علمي وممنهج يعني في الايام المقبله ايضا. يعني لا اعتقد انه عندما انه يقولون سننظم دوره اخرى او كذا بدون منهاج، اعتقد من خلال ما لمسناه في الدوره التدريبيه وحوارنا مع القائمين على الدوره، انهم يسعون من خلال التخطيط تخطيطهم الجميل الذي يسعون من خلاله الى اقامه دورات اخرى قد تكون اعلى شان واعلى مستوى من هذه الدوره السابق، وخاصه المدربين الذين تفوقوا وحصلوا على يعني درجات يعني عاليه او مرتفعه في هذه الدوره السابقه الذي مضت قبل ايام. طيب يعني ذول المدربين المتفوقين سيد كريم لهم جائزة متمثلة مثلا بجائزة عينية أو مادية، يعني السفر إلى الخارج، أكو دورة خارجية، أكو معايشات، لو هي مجرد بس ترتيب مراكز؟ نعم اكيد، يعني في يعني قبل ان يستلموا الجواز او تكون هنالك حوافز، كل ما يحصلون عليه هو يعني لخدمتهم ولاجل ان يكون مدرب متمكن يعني. وبعد هذا الشيء اكيد انه انا سالت يعني القائمين موجود هناك مثل ما ذكرت، انه يعني قدمت لهم جوائز ماليه وشهادات تدريبيه معترف بها ايضا. نعم. طيب التواجد لهؤلاء المدربين كان يعني التطوير النوعي لهذه الدورات كان حاضر؟ يعني اكو فكره الدوره الجايه يجيبون مثلا مدربين من الاشقاء اللي حوالينا، اصحاب خبره اصحاب تجربه يعززون العمل، يعني يجيبون دوره مدربين من الخارج الان هم يعطون هذه المحاضرات؟ اكو هيك فكره لو الامر الان مستقر على مدربين ومحاضرين محليين؟ نعم الان كان يعني كانت الدورات السابقه على المدربين المحليين الذين هم ايضا لا يقلون يعني المحاضرين لا يقلون كفاءه ايضا عن المحاضرين العرب، يعني الذين دائما كنا نراهم يعني وخاصه من الاردن الذين كانوا يحضرون الى بغداد. واكيد هنالك فنيه في لدى اصحاب هذا المشروع باستقطاب يعني محاضرين قد يكون افضل من المحاضرين العرب، يعني ذو امكانيه كبيره لاجل خدمه هؤلاء المدربين. ايش قد تاثر ضعف البنيه التحتيه او انعدامها على مستوى نجاح هذه الدوره؟ يعني تؤثر يعني بنسبه جدا كبيره، يعني زميلي فيان يعني انت تعرف وكل المشاهدين مهما كبرت امكانيات وفاقت امكانيات المدرب المحلي او اي مدرب كان، لكن الادوات لم تكن موجوده لديه اللاعبين، ياتي الى مثلا الجانب البنى التحتيه ان كان مفقودا لديه،
كيف سيعمل؟ كيف سيطبق ما لديه من افكار وخطط على اللاعبين؟ طبعا. كيف سيطور من امكانيه اللاعبين؟ مشروع البطل الاولمبي او الاكاديميه الكرويه التابعه لمشروع البطل الاولمبي تتمرن على تدريباتهم على ارض التارتان، يعني ارض او ملعب صغير حال اي ملعب للسله او القاهره، ملعب صغير جدا، وهذا لا يفي بالغرض يعني لاجل تطوير اللاعبين، لكنهم مجبرين القائمين على الأكاديمية أنه التدريبات تمضي هناك بهذا الملعب الصغير مثل ما ذكرت، مجبرين هم يمارسون تدريباتهم ويطبقون مناهجهم ويعملون وهم يعني غير قادرين على أكيد يعني بناء ملعب. هذا الجانب يقع على الدولة وعلى وزارة الشباب والرياضة بالانتباه. الإعلام كان دوره، الإعلام كان دوره واضح، سلطت الأضواء على هذه الدورة، كان اهتمام إعلامي. نعم الإعلام يعني أنا شاهدت أكثر من قرابة 7 إلى 8 قضائيات يعني كانت حاضرة لهذا الحدث الهام، لكن للأسف يعني لم يكن الحضور يعني أو وزارة الشباب والرياضة لم تعطي الاهتمام الكبير. يعني في نهاية الدورة حضر مستشار الوزير أو مدير عام، لا أذكر يعني بالضبط، من وزارة الشباب والرياضة، كان يفترض بالوزير شخصيا أن يأتي لهذه الدورة في الافتتاح وحتى في الأيام الاعتيادية. مكان إقامة الوزير، مكان عمله يعني لابس سيارة تجي لزميل زيان يعني يمكن 5 دقائق أو 3 دقائق. أنا أعتقد حتى الوزير يمكن ما كان عنده علم يمكن بالدورة، مشغول بالمنتخب الوطني الوزير. هذا واجب اتحاد كرة القدم زميلي زيان، يعني مو كل شيء يقول الوزير ينزل التشكيلة ويرجع فلان ويجيب، يعني مشكور هو الوزير يقوم بهذه الأمور التي هو قد تكون يعني مو من صلاحيته، لكن هو من حرص على يعني المنتخبات الكروية وهي تعتبر واجهة البلاد، لكن هؤلاء أيضا لهم يعني حق أكيد يعني طبعا. يعني لو كان حاضر للبطولة كان يمكن أنه المدرب يعني يشعر بفخر أكبر، يشعر أنه يقول أنا من بلد وزير حاضر، يعني شكم إذا كان الوزير حاضر في البطولة. أكيد طبعا هي دعوة دائما طبعا. بالأخير نشكر الزميل الصحفي الأستاذ كريم درويش الصحفي الرياضي اللي كان قريب من هذه الدورة، شرفتنا ونورتنا هواية سيد كريم بتواجدك ويانا باللاعب 12 بالشرقية. بدي أكيد دعوة لوزارة الشباب والرياضة، دعوة للأولمبية، دورة صغيرة إذا مر 5 دقائق 10 دقائق قاعد وحاتش ويا المدربين وحاتش ويا المسؤولين عليها ما راح يعني يصير شيء. بالتأكيد تواجدك كان ضروري بدل ما يعني تهتم بأمور ثانية مو من اختصاصك، أكو أمور ثانية اختصاصك أفضل، هاي واحدة من الاختصاصات. هي دعوة لكل المسؤولين سواء على مستوى وزير الشباب والرياضة أو على مستوى يعني السيد رئيس اللجنة الأولمبية. بالتأكيد آخر التصريحات للمدربين اللي أعطوا محاضرات بهذه الدورة نتابعها ونرجع لكم. كابتن علي زيد، اليوم هذه الدورة التدريبية التطويرية بصورة عامة شلون تخدم المدربين الشباب في مختلف الألعاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الدورة دورة تطويرية للمدربين تخدم جميع الألعاب. طبعا أنا مدرب ساحة وميدان وألعاب قدم، بس تخدم جميع الألعاب، تايكوندو، القدم، الساحة وميدان، ومشروع البطل الأولمبي كل 4 أشهر أو 5 أشهر يسمونه دورات تطويرية حتى نواكب الأحداث اللي تصير والتطورات اللي تصير. أستاذ زيد، بالنسبة للجانب النظري، الجانب العملي، وين يطبقون بالدورة؟ هنا أنا موجودين مدربين وموجودين لاعبين ويطبقون عملي. كل الشكر لزيد السراج، بالتأكيد دائما مبدع، والشكر لمن عمل واجتهد في سبيل أنه تكون هناك رياضة عراقية حقيقية بها إبداع وبها إخلاص وولاء وانتماء لهذا الوطن عبر تحقيق فائدة جماعية لمدربين ولاعبين، وقاعدة لما راح تكبر في ظل ظروف طبيعية إن شاء الله راح يكون هناك إنجاز للرياضة العراقية. حلقة اليوم أصدقائي انتهت، بكرة نلتقي بنفس الموعد دائما اللاعب 12 عبر الشرقية من الأحد إلى الخميس. إلى اللقاء.
نظرة مختلفة، تجربة فريدة، دقة متناهية، شاشة متألقة. الشرقية HD الصورة كما لم ترونها من قبل. عصر جديد.